20، 21 مداخله، 22 مداخله، 23 بس التوتوريال وفوق. زين تقصر الدسكبل الدكتور؟ لا لا، هذا الاستاتستيك، هذا الموضوع صفحة 20 لأن تحت امتحنون به، فمن هسه قروا أحسن. هذا بارت 2 مداخل، واضح دكتور؟ البداية كلها داخلة لحد صفحة 20. وكان احنا المفروض بالبداية نمتحن بس يمكن حد السيكريت قلنا أو يا بس صار مدة غير لونا وكملنا، هم استفادوا منه عم بالامتحان مجرد إعادة هذا ال شو اسمه امتحان الأسبوع الجاي إن شاء الله. إيش كت قلنا يبي اليوم هو والتاريخ قلنا السبت يوم 21 بثلاث العصر. السبت يوم 21 ثلاث العصر، يا أحد العصر أحد يصادف. وين طلعت على التاريخ ده؟ أقول 21 ساتردي، 22 ساندي. لا صحيح السبت. أوكي إيه دكتور السبت إيه. زين بالنسبة للسؤال الأول اللي عندكم كالتالي، إنه الكتريك هاوس سيستم افترض فد نظام بأربع أجزاء four components يعني مترابطة، هناك هنا ما عندك توالي وهنا عندك توازي وبعدين ترجع مربوطات، فيقول لك four components. طبعا هذا السيستم يشتغل، this system works if components A and B work. طبعا تعلمون تحصل output أو result، فلازم عندك A و B يشتغلون. إذا if components components A and B work and either of components C or D، إذا A و B تشتغل على مود C السيستم يشتغل، فلازم عندك واحد من هذين البرانشز يشتغلون، فأما C أو D. مطيك احتمالية working of each component، احتمالية التشغيل لكل component لكل مكون فوق يعني مطيك 0.9.9828. زين أوجد الاحتمالية أولاً أنه السيستم works. ولا أقاطعك. نعم. بس البي دي اف مال التوتوريال إذا تقدر تنزل لنا بالكلاس حتى نسحبه. موجود وآخر بالنفس آخر شيء آخر صفحة. تمام دكتور تمام. ومالك 23 إيه. إيه ما آخر صفحتين أو ثلاثة موجودات هوانية. لنا. تأخذ بالكلاس مال يمكن تذكر إيه. موجودة. موجود ايه بي دي اف. زين فالاول شيء يريد احتمالية انه عندك السيستم يشتغل. شلون يشتغل؟ فلازم عندك A و B اثنيناتهم يشتغلون، واحد من ال C او ال D يشتغلون. اوكي خلنا نروح على البورد. question 1 question 1 عندك four component A وعندك ال B وراها تروح عندك two branches C وعندك D. كلام عندك إذا NAND gate و OR آخر شيء 5.9 تشغيل مالتها 0.9 هذا 0.8 وعندك 0.8. فقلنا السيستم على مود يشتغل لازم عندك الـ A والـ B هذا الشرط يشتغل، وعندك أما الـ C أو الـ D. فإذا احنا سنترجم كلامنا إلى الـ D بدل أول فرع solution طبعاً. أول شيء احتمالية السيستم works هي احتمالية انه عندك تكون الـ A تشتغل and خلنا نكتبها
بي تشتغل وراها شنو عندك and خليها بقوسين مثلا and منو عندك والله C or D هاي هي الاحتمالية يعني كأنما عندك نحولها الاند والاور كأنما عندك احتمالية انه تكون الاي اند بي يشتغلون اند منو عندك اما سي اور دي واضحة شنو صارت طيب هذا الكومبوننت الفورز ماكو واحد يعني له علاقة بالثاني كأنما هي أربعة مستقلات يعني هذا يشتغل ما له علاقة بالتشغيل الثاني الآخر يعني بحد ذاته هم نفسهم فإذا هاي تقدر تقول هي عبارة عن independent نكتبها independent events فصير احتمالية الأي الآن تتحول إلى في احتمالية البي في احتمالية منو عندك C or D اشتغل زين بس نجي على الـ sets theory احتمالية الأي مطيك إياها مش قدية 0.9 احتمالية البي أيضا 0.9 هاي وين موجودات موجودة هنا هاي 0.9.8 احتمالية التشغيل زين احتمالية السي والدي التشغيل مالتهم شون تذكرون قوانين مال الاتحاد والتقاطع قلنا إذا two events احتمالية التقاطع مالتهم مثلا P of X or Y شو تساوي إن هي يكون بالشكل التالي تساوي إن احتمالية X زائد احتمالية الواي ناقص فد شيء شنو هو احتمالية الاكس and واي هنا أنا نجي نطبقها فايش تساوي خلينا نكتبها احتمالية السي زائد احتمالية منو عندك الدي احتمالية السي جيد هي 0.8 زائد احتمالية الدي أيضا 0.8 ويا 0.8 يقصر 1.6 إذا تضرب في هذا الرقم جد راح يطلع الرقم يطلع في الرقم عالي فيعني مرات شو نقول تشوف إنه أكو فد إيرور صار عندك إذا ناسي شيء شنو هو ناسي إنه يكون لازم عندك 0.8 في 0.8 اللي هو ناقص عن احتمالية السي and دي بما أنه هو independent فصل احتمالية السي في احتمالية الدي هذا الناتج يطلع آخر شيء يعني كنا ما عندك 0.9 سكوير في 1.6 ناقص 0.64 يطلع 0.7776 اوكي هذا احتمالية انه شنو عندك السيستم يشتغل طيب حارف سؤال عليها الى هنا الفرع الاول واضح ان شاء الله عندك الفرع الثاني شنو داري ده انه الكومبوننت سي ما تشتغل زي إذا سي ما تشتغل السيستم يشتغل أكيد يشتغل في حالة إنه الدي شو يعمل إنه أي وبي يشتغلون ويا الدي إذا سي ما تشتغل given the entire system works فهو مطلق إياها فما احتمالية إنه هاي ما تشتغل بس النظام كله يشتغل فلازم هذا الخط شو بي مشتغل بس هاي ما تشتغل ونرجع لل ثانيا عندك سميها في P
انه شنو يبكي حصير احتماليه الجزء على الكل. شلون عندك كانما كونديشنال بروبابيلتي احتماليه الكل انه يعمل، يعني احتماليه انه السيستم وركس اللي هي فوق على احتماليه السيستم يشتغل. السيستم work but لكن منو عندك C doesn't work أو أي شيء defective أو إلى آخره. هاي شو تسوي لنا احتمالية السيستم يشتغل من يجيبها هي هاي نفسها 0.7776 زين. احتمالية انه السيستم يشتغل سي ما تشتغل هي كأنما عندك احتمالية انه الاي تشتغل عفوا تسوي اند احسن اند من عندك البي يشتغل اذا نرجع لهذا البلوك دياجرام اي وبي يشتغلون والدي تشتغل والسي ما تشتغل راح تصير كأنما عندك اي اند بي يشتغلون and D لكن شنو عندك السي ما تشتغل and السي ما تشتغل كأنما نخليها سي complement okay. إذا هذين كلهن and وهاي سبعة 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 ستة زين. بما أنه عندي بيندنت كلهن إيش راح تساوي لنا؟ هي عبارة عن 0.9 في 0.9 احتمالية البي ماكو داعي لكتبها بعد. في احتمالية الدي هي 0.8 في احتمالية السي كومبليمنت. السي كومبليمنت إيش راح تصير؟ هي 1.8 هاي الفرق اوكي. هذا اذا نقدر نكتبها هاي احتماليه ال A هاي احتماليه ال B هاي احتماليه ال D هاي منو هاي احتماليه ال C complement واضحه. شلون صارت 1.1 ناقص 1.8 طبعا هنا 0.7776 ويطلع الناتج 0.1667 دائما اتاكد من القيم اللي تطلعها انه عندك احتماليه اذا لازم هي بين 0 وال1 يعني ما يصير قيمه اكبر من هذا الشيء. اكو سؤال الى حد هنا على هذا السؤال؟ عفوا ننتقل سوري السؤال الثاني. طبعا هنا السؤال ما موجود الكوميونيتي ديستريبيوشن سنرسمها لانه مقطع the community distribution function for a certain random variable x is shown. خلينا ناخذ كوبي بيست نحاول نسوي بيست هذا هو السؤال الثاني. الكوميونيتي ديستريبيوشن هي شكلها التالي انه هذا هو عندك الاكس هاي اف اوف الاكس وعندك هنا هاي شكلها من سالب 5 إلى 5 معرفة
يعني هنا عندك صفر، هنا نجد أعلى قيمة قلنا للأف أوف الإكس هي واحد، وهاي الدالة خط مستقيم. طبعا من الشكل هي continuous لو discrete، هي مستمرة لو شو اسمه متقطعة، هاي الدالة بعطيك اياها على F of X مستمرة. جيد، عندك السؤال شنو مطلوب مالته؟ انه عندك يريد ال P of X، يعني يريد ال PDF. هنا انا مطيك هذا شنو هي هاي commutative distribution function، مطيك ال C D F. شي يريد من عندك ال P of X اول شيء، يعني يريد ال PDF لأنه مستمر. زين، أول شيء بما أنه خط مستقيم، شنو العلاقة بين الـ PDF والـ CDF؟ كل المادة اللي أخذناها شنو علاقة الـ CDF والـ PDF؟ نعم، تكامل واشتقاق. PDF إذا تريد تحصلها شنو هي؟ مشتقلة تكامل. آه، حاجت إيدك. جميل. عندك الـ P of X شو تساوي لنا؟ D على من عندك متغير DX المن للـ F of X. هاي عندك واضح، حنشتغل عليه. لو عندك تكامل، لو عندك اشتقاق. نكتب هنا for PDF. زين، أريد أشتاق، لازم شو أسوي هنا؟ طلع لي المعادلة، لأن هنا عندي ثابت أشتق صفر، هنا عندي ثابت، نقول هاي نفسها، هذا خط مستقيم، يعني هذا خط مستقيم إن شاء الله. هنا عندك واحد، okay. وهنا عندك صفر، تشتق ثوابت، بقى هذا أريد أشتق. لازم اطلع المعادله مالته. لما اطلع المعادله مالته، خلينا نقول عندي نقطتين، هاي النقطه وهاي النقطه. النقطه الاولى اللي هي سالب 5، الواي مالتها ايش قد؟ صفر. النقطه الثانيه 5، الواي مالتها ايش قد؟ واحد. اوكي، فعندي واي ناقص صفر، اختار لي نقطه، على اكس ناقص ناقص 5 شو يصير؟ زائد 5 وتساوي لنا 1 ناقص 0 على 5 ناقص ناقص 5 كذا يصير 10. فإذا تقدر تقول y شو تساوي لنا؟ هذا يصير 1 على 10.1، هذا يروح هنا فصير x زائد 5. هاي المعادلة. إذا هذه المعادلة من سالب 5 إلى 5 هي عبارة عن 0.1 في x زائد 5. واضحة؟ هذا أخذناها بالفوريير باللابلاس يمكن بالزي ترانسفورم وايتش معادلات. طيب إذا طلعت المعادلة PDF، طبعا هي شنو معرفة من سالب 5 إلى 5؟ أجي أشتقها. عندك تريد تشتق من الرسم أو تقدر تشتق من المعادلة. يعني الحل الأول تقدر تقول F of X شو تساوي لنا؟ هي عبارة عن 0.1 في X زائد 5، والX معرفة من السالب 5، تريد تخليه يساوي ماكو مشكلة إلى 5، صفر otherwise. من عندها تقول إذا P of X تشتقها شو راح تصير؟ 0.1 X زائد 5 لما تشتقها يبقى فرق واحد، فإذا تصير 0.1، والX مين؟ من سالب 5 إلى 5، صفر otherwise. or تقدر تروح وين؟ خلينا نكتب or، تروح من الرسم، هذا عندك ايش قال؟ صفر. اوكي، هذا عندك صفر وهذا عندك واحد،
اشتق الصفر صفر، اشتق الواحد صفر، اذا صفرت. هذا بوينت 1 في x زائد 1. شلون احنا بالفورير كانت توجد الفورير باستخدام المشتق اذا تذكرون؟ عندك خط مستقيم، لما تشتق ايش راح يصير؟ حيصير ثابت. زين؟ فهنا حيصير بوينت 1 في x زائد 5، ال x زائد 5 تروح تبقى 1 فيبقى فقط بوينت 1، فهذا حيصير شنو عندك؟ حيصير ثابت. خلينا نرسم على صفحة الرسم. PDF من الرسم. إذا تريد ترسم هنا فوق مثلا F of X، X هاي هنا X اللي هي من هالنقطة لهالنقطة، وراها تجي واحد. إيه هاي سالب 5، هاي 5، هاي عندك 1. ف جوا السالب 5 ايش قد؟ حيصير 0. نقول هنا 5 وفوقها حيصير 0. يعني هاي البي دي اف هنا 0، هنا عندي 0. بهالمنطقة ايش قد صارت؟ هي كانت بوينت 1 في اكس زائد 5، حصير فقط عندك بوينت 1. كان ما عندك uniform distribution، هاي هي P of X، هذا هو point one. وإذا ترجعون لليونيفورم شو اسمه distribution اللي أخذنا، إنه يكون حتى شنو مثل هذا الرسم، يعني هاي كان ما عندك ال A وهاي عندك ال B، واضحة؟ طيب زين، نرجع للسؤال شنو عندك؟ أول حل لقيناه P of X. ثانيا شريه اللي P of X أقل أو يساوي لنا 2. P of X أقل أو يساوي لنا 2. طبعا أول فرق. نرجع الثاني. P of X أقل أو يساوي من 2. هنا عندك بالحال أكو طريقتين. الطريقة الأولى إنه إذا تذكرون أكو كانت صفحة من الصفحات لما نطلع على القوانين دائما كنا نشتغل عليها بالكونتينيوس، إنه بما أقل، بما أنه أقل أو يساوي 2 يعني أعلى قيمة 2، فإذا هو تكامل. طبعا هنا one variable، فإذا نصير من سالب infinity إلى شقد 2، أعلى قيمة هي 2 بالتكامل. منو عندك P of X dx. احنا كنا غالبا نكتب احتمالية انه الراندوم فاريبل x اقل او يساوينا منه small x، فنكتب من سالب انفينيتي الى x. هنا x قد قيمته 2. طيب هذا التكامل ايش راح يساوي؟ اعوض الدالة، اذا هو التكامل. دالة من تبدي؟ هذا الرسم تبدي من سالب 5 الى 5 والبقية 0، صح لو لا؟ صحيح انا عندي من سالب انفينيتي إلى 2، بس اللي حيبقى جيد هو من سالب 5 إلى 2. يعني كأنما شنو عندك؟ يريد توجد الاحتمالية، بما أنه الحد 2، أفرض هذا هو 2، أوكي؟ فكأنما يريد الاحتمالية مين على هالمنطقة؟ زين؟ نرسم واحد ليش نرسمه؟ يعني أنا عندي نقول هاي بي دي إف. هاي x، هاي p of x، هاي هي ال pdf، هاي 5، هاي السالب 5. هو دي يقول لي احسب هالحد 2، فكأنما دي يريد الاحتمالية مين على هاي الأرية. تقدر حتى هاي طريقة ثالثة، بما انه عندك مربع مستطيل هي الأرية، فقط تحسب هاي الأرية. عندك الارتفاع هو جيد بوينت 1، اوكي 5 و 2 7 في بوينت 1 تطلع بوينت 7، يعني أرية نقول هاي هم طريقة هي جيد الطول مالتهم 5 زائد 2، ارتفاع مالته جيد بوينت 1 يساوي بوينت 7. هذه إذا كاملة البي اوف الاكس جيب قيمتها هي 0.1،
مضروبة بالعفوانية دي اكس فقط تكامل 0.1. هذا ايش راح يساوي؟ هيطلع عندك 0.1 في اكس، والاكس من سالب 5 الى 2، 0.1 في 2 ناقصا ناقص 5 صار 5، فايضا يطلع 0.7. اوكي، هاي اذا بدي تكتب هنا اور، هاي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه شنو هي؟ الطريقه الثالثه انه اور احتماليه الاكس اقل او يساوي 2، شو تساوي لنا؟ بما انه اقل او يساوي، فاذا هو شنو عندك؟ تستخدم السي دي اف الكوميوتيف ديستريبيوشن فانكشن، هو اف اوفر 2، صح لو لا؟ فبدال ما استخدم البي اوف الاكس، وين اروح؟ على القانون الرئيسي هنا، اف اوفر 2 موجود ضمن هالفتره، فاذا فقط اعوض ايش قد 2، يعني يساوي لنا يساوي لنا 0.1 في x اللي هي 2 زائد 5، ويطلع ايضا 0.7، لانه 7 في 0.1 7، واضحه؟ فهي صارت ثلاث طرق طبعا اذا شكل منتظم. يعني شو تستخدم هاي الطريقه الثالثه دكتور؟ يا هي اخر طريقه هاي الاف اوف 2، شو وقت اذا عندك الداله اف السي دي اف موجوده؟ اذا عندك السي دي اف موجوده فقط تعوض هنا قيم الاكس، بس اذا انا ما عندي السي دي اف الاف اوف الاكس لا، فاضطر شنو مطيني بي اوف الاكس مساحه اي شيء استخدم، يعني قد مرات مطيك اياها ما مطيك البي اوف الاكس، بس وين تروح؟ على الاف اوف الاكس. بس هنا انا عندي شلون تقول كلها موجوده، فاقدر كيف استخدمها. وضحت دكتور، شكرا. طيب نفس الشيء، انا يعني بوقتها قلت لكم بالمحاضره اصغر اصغر او يساوي اكبر اكبر او يساوي، كلها خذها نفس الشيء. نعم زين، خلوا هومورك لكم. شنو اذا اريد احسب البي اوف الاكس اكبر او يساوي 2؟ احسن، هاي خاطري. اوكي، ايش راح يساوي لنا؟ كهنت انه تقدر تقول هي مجرد انه 1 ناقص بي اوف اكس اقل من 2، هاي التردد اقل. زين، يعني 1 ناقصا هذا الناتج 0.7 تطلع 0.3 على السؤال. اوكي، هو هذا البي اوف الاكس اقل من 2 اللي حليناه قبل شويه اللي هو اف اوف 2، يطلع 1 ناقص 0.7 يساوي لنا 0.3. اي 0.3. اوكي، فشوف هنا أنا اصغر، يعني انا اصلا خليته اصغر يساوي اكبر او يساوي، هنا الكومبلمنت مالتها حصير اقل، فسواء اقل او اقل او يساوي داخله نفس القيمه. اوكي، زين، يريد الخطوة الثالثة أو الفرع الثالث شنو كان؟ هذا هم الحل، يريد احتمالية إكس بين الواحد والثلاثة، شوف أكبر أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي أصغر، كلها نفس المعنى. أوكي، هذا أكو بوقت أهم قانون أخذناه إحنا بالمحاضرات. عندك هاي الثالثة، يريد احتمالية انه اكس اكبر من واحد اقل او يساوي من 3. هذا تقدر تحلها بطريقتين، الطريقة الأولى انه هي شو اسمه تكامل على البي اوف الاكس دي اكس، بسمين مطيك قيمتين من 1 إلى 3، من 1 إلى 3 يعني تكامل 0.1 دي اكس، من 1 إلى 3 يطلع عندك 0.1
الجديد عندك اكس يعني 3 ناقص 1 يطلع 0.2. اوكي هاي طريقه اولى. او تقدر شو تسوي نفسه اور شون تقدر مساحه تقدر مساحه هاي طريقه ثالثه انه تقول اكس اكبر من 1 اقل او يساوي 3 هي اف اوف اعلى واحد منه 3 لانه انا عندي الاف اوف الفانكشن ناقصا اف اوف الواحد اف اوف الثلاثة تروح تعوض عندك يعني 0.1 في 3 زائد 5 ناقصا 0.1 الواحد هو 1 زائد 5 يعني عندك تطلع 0.1 مشترك 3 زائد 5 8 ناقص 1 زائد 5 6 ايضا تطلع 0.2 وعلى قولتك عندك المساحة هم هاي هم R عندك إذا ترسم الـ P of X من سالب 5 إلى 5 هاي عندك 0.1 هو من رايد من الواحد لثلاثة أي واحد إلى ثلاثة فإذا عندك هي هاي المساحة قول هاي من واحد إلى ثلاثة يعني عندك هنا الاثنين والطول مالها تشقد 0.1 فإذا رأسا هي عندك 2 في 0.1 تطلع 0.2 هاي هم طريقة جيد زيارة شو بعد خلاص وأعتقد فيعني هذا شوف التنمية أنه متوفر عندك الـ F ومتوفر عندك الـ P فأنت تصير حر شوف يا طريقة أسرع لك بالحل واضحة أخو سؤال إلى حد هنا واضحة دكتور نشوف الأسئلة المتبقية ولها أسئلة المتبقية زين هذا ذا رايلي بي دي اف صحيح واحنا ما موجودين بالمحاضرات بس هو مطيك المعادله مالته يعني هذا نوع من التوزيعات يعني شلون قلنا بوسون او اليونيفورم او النورمال ديستريبيوشن هذا نوع اسمه رايلي رايلي بي دي اف مطيك المعادله مالته يريد شنو عندك شوف هنا هسه بالعكس مطيك البي اوف الاكس شي يريد يريد السي دي اف هنا سوري كاتبين مطلوب CDF Community Distribution Function زين خلي نشوف هاي النقل سؤال exponential طبعا صار ايش تبغى صار اكثر بي هاي هي شكل زين مضروبه في الاثنين يو اوف ال اثنين مضروبه في اليو اوف الاكس يريد السؤال عندك ديتيرمن كذا 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 اوكي هذا السؤال جيل شان رحمن السؤال الثالث مستشفى ثريني سوليوشن عندك مطينا بي دي اف بي اوف الاكس اكتبها هنا هي x exponential سالب x تربيع على 2
هنا اكس تربيع على 2 اللي هذا عشان موجوده 2 دبليو شنو مضروبه باليو اوف الاكس. ما دام مضروبه باليو اوف الاكس يعني كانما ده يقول لك هي تبدي من زيرو الى انفينيتي، لانه يو اوف الاكس هي واحد بس تعرفك على الفتره بتصير كانه هيك هذا الكاج تقريبا اكس هنا صفر. اوكي هذا هي بي اوف الاكس. فوريير باللابلاس كلها نفسها. نعم لا 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 يو اوف الاكس يعني هي وحده بس تريد تعرف كانما دا يقول لك هي الاكس معرفه من الصفر الى انفينيتي. اها يا بس الرسم طبعا بالمقلوب هذا الشكل اللي نرسمه لانه عندك عندما اكس صفر هذا حيصفر صغار وتعالى عندما عندك هيك يوصل المرحلة هو يرجع لك. مهم ما ذكره بالتمام. اللي نريده كالتالي هنا أنا سي دي اف يريد الاف اوف الاكس اوكي واحتمالية كذا واحتمال يريد يوجد الثابت اي ايضا بحيث انه البي اوف الاكس يسوي لنا كذا. يعني أول شيء نقول له الأي العلاقة كنا بين الـ PDF والـ CDF هي هنا نتكامل لأنه يريد الـ F of the X. F of the X شو يساوي لنا التكامل من سالب إنفينيتي إلى X P of the X DX على مود لا تختلط. فش نسوي إحنا نغير الـ X نخليها مثلا U أو أي رمز P of the U D U. P of U D U هي نفسها هاي ال بس نعوض بدال ال X من عندك U. إذا هاي تسوون تكامل كذا جوا. هنا هي من سالب إنفينيتي بس أنا بما إنه مضروب باليو في ال X فإذا إيش راح تصير حصل من الصفر. الصفر. من الصفر إلى X. P of U يعني بدال X حصير U هي السالب U تربيع على 2 دي يو. طيب مشتقة مال إكسبونينشال يو تربيع حصير 2 يو أوكي بما أنه على 2 حتروح فقط تبقى يو فإذا نحتاج فقط سالب وسالب هذا راح يصير تكامل مالته هو سالب الإكسبونينشال نفسه سالب يو سكوير على 2 ومين من صفر إلى إنفينيتي. تعوض بالاكس متعودين بالاكسبونيشن كل انفينيتي هنا الاكس حصير سالب اذا عوضت بالاكس حصير اي اس سالب اكس تربيع على 2 في هذا هم دائما يعيرون الرموز يخلون اليو على ملصر اكس واكس هنا أنا. وعند الصفر اي اس الصفر حيصير 1 إشارة سالبة تدخل فحصير 1 ناقصا اي اس سالب اكس تربيع على 2 هاي منو هاي هاي الاف اوف الاكس المطلوبة بالسؤال بس صارت عندي اف اوف الاكس وعندي بي اوف الاكس زين شي يريد الفرع الثاني يريد احسب الاحتمالية اكس اقل او يساوي 2 بعد انت مثل ذاك السؤال حر بكيفك شو تريد يا طريقة مثلا B P of the X أقل أو يساوي لنا 2 تقدر تقول رأسا هو F of the 2 زين لأنه هنا عندك أقل أو أقل أو يساوي لو أكبر لازم شو تصير يصير 1 ناقصا F of the 2 شو تساوي مجرد أعوض هنا أوكي وين أعوض بالإكس هنا ستار فحصير 1 ناقصا 2 اي اس سالب 2 تربيع على 2 يطلع الناتج جيت 1 ناقصا اي اس سالب 2 واذا تريد مثلا اور تبعد تكملها شلون تكملها؟ راح نصير تكامل
من عندك 0 إلى 2 المن للبي أوف الإكس دي إكس إذا عجبك تكاملات الحلة روح أوكي عندك هالطريقة أو هالطريقة زين. السؤال الثالث خلنا نأخذ فكرته حلوة يقول لك determine the constant A خلنا نشيلها هاي أوجد منه عندك الثابت A هذا بحيث such that احتمالية الX عندما أكبر من إيش يساوينا 0.001 هاي شو حنحدها يريد الثابت اللي يخلي هاي الاحتمالية الأكبر تساوينا 0.001 يعني دكتور يريد قيمة A نعم قيمة A إذا C A should ساوينا such that خلينا نكتبها such that بحيث كانت احتمالية الـ X أكبر من A جيت تساوينا 0.01 أشون أكو فكرة أحد الفكرة الحل هاشي دكتورها من كامل من الـ A للـ Infinity نعم صح اثنيناتنا الطريقات صحيحة نعم بس طريقة أمير شوية أسرع لأنه بدل ما أروح كامل من A إلى كذا وش قد تطلع لي على الـ P of the X رأسا أقول كما قال أمير أنه بما أن X أكبر من A شو تساوي لنا هي واحد ناقصا P of the X أصغر أو يساوي لنا A زين هذا منه هذا نعرف احنا اللي هو F هذا ايش راح يساوي لنا واحد ناقصا F of A زين كل شيء يساوي لنا لأنه عندي 0.01 فإذا عندي 0.01 شو يساوي لنا واحد ناقصا F of A مين أجيبها هاي قبل شوية حسبناها واحد ناقصا هاي F of A يصير واحد خلينا نقول هنا نكتب على صفحة F of X هي عبارة عن واحد ناقص واحد إكسبونيشن سالب إكس تربيع على اثنين مذكرة أنا مبلغ نغرف بها إيه زين هاي نخليها بدائرة أنا مبلغ ننساها فإذا أفو في العي تعوض هنا العي فقط فإذا حصير واحد ناقصا هذا واحد ناقصا إي أس سالب A سكوير على اثنين okay. واحد ويا الواحد يروح هيطلق عندك 0.01 يساوي لنا شو عندك سالب بالسالب 0.01 سالب A سكوير على اثنين تيك لين اوكي فيصل عندك لين 0.1 طبعا بما انه هذا حيطلع سالب اللين مالته حيصير سالب اي سكوير على اثنين زين فالاي شلون تحسبها الاي يعني حصير الجذر موجب المن لاثنين سالب اثنين لين 0.1 يطلع موجب لان هذا سالب في السالب موجب اثنين في اللين يطلع لك في القيمة ما أتذكر إيش قد 2.1 يطلع 2.1 زين هاي الفكرة يعني حتى سأكون بالأمثلة والش اسمه الأسئلة اللي وراها هواية من هالفكرة موجودة بس أنت تستغلها كأنما عندك ده تحسب بي أوف الأكس أكبر من الأي مجرد قوانين عندك موجودة لازم تقول هي واحد ناقصا كذا وعندك هاي تستغل الاف او البي اوف فليكس سواء كامل بس اعتقد التكامل تاخذ شوية وقت اكثر لانه عندك خاصة الاكسبونينشال ولما يتعوض فاستغل دائما اذا الاف موجودة انه حيصير تعويض مباشر رأسا
بينما إذا عندك فقط في أوفل إكس لازم تحل تكاملات. واضحة؟ أكو سؤال لحد هنا؟ واضح دكتور. إن شاء الله. لا مو شوف هي بما أنه أكبر من أي اللي هي أصلها أي نعم بي إكس أكبر من أي حصر من اثنين من أي إلى إنفينيتي جيت يا معرفة ولازم تكملها يعني إذا أردت بس تأخذ وقت يا خذني على مرحلة عندك امتحان ساعة ونص وتجيك ستة أسئلة خمسة أسئلة أوكي زين السؤال الرابع نفسه موجود مثال وإحنا حليناها فقط هنا عندك المصفوفة حصر ثلاثة في اثنين أعتقد هناك كانت ثلاثة في ثلاثة أتذكر ما بيها شيء نفس كله موجود بالمثال أتذكر نفسه فقط يعني عودك على القيم والمصفوفة غيرة التحول مرات بس هي أهم ملاحظة أنه دائما يجيك مرات السؤال الأول مثلا بدال ما يخلي بوينت ثلاثة أو بوينت وان يخلي بدالها كي يقول لك وجد الثابت تعرف أنه هاي المصفوفة كلها المجموع مالتها واحد فيصير واحد ناقصا هذا المجموع يطلع عندك الثابت وراها الحل يعني straight forward مباشر فقط تطبيق يعني على مدى الوقت وكان حليناهم عندك هذا السؤال عندنا ايضا هم فكره اللي هو جوينت بي دي اف عندك يعني مدام اكس واصل هنا احنا عندك جوينت probability distribution مدام تستخدم الاكس فاري زوايا يعني عندك متغيرين مولتيبل راندوم فاريبلز هنا نفس الشيء احنا بس المثال الموجود بالمحاضره هو عندك يمكن سي في اكس في واي هنا بدال اكس في واي نعطيك اياها جمع والبقية ماكو مشكلة هنا أنا عندك ثابت سي أنا متوجد السي عندك تكامل دبل انتقال لأنه عندك هنا اكس واي فتكامل مرتين على الفترة من صفر إلى واحد لأكس ومن صفر إلى اثنين لواي وتساويها للواحد وطلع ثابت سي هنا أنا اكس أكبر من 0.5 واي أكبر من 1.5 حيصير تكامل من 0.5 إلى عندك مثلاً واحد ومن 1.5 إلى اثنين يعني مباشرة ما أعتقد بها الفكرة إنه مجرد مثال آخر هذا السؤال أيضاً هم موجود أنا أتذكره من رقم 96 اكس واي على 96 نفس الخطوات بس الفرق هنا أنا عندك اي اس 2 اكس زائد 3 واي هذا بس ضعيفه الفكره مالته خلينا نكتبها ويا السؤال السادس السؤال السادس نسميها هنت اكسبكتد فاليو دائما كنا نقول اي شيء هنا أنا داخل القوس شو اسوي له خليه بداخل التكامل شوف عندك شكو موجود هنا نجيبه هنا هذا الفكرة مالته بس انتبه انه هل هي one variable or two variables اذا one variable تكامل واحد اذا two variables شو صير double integral هاي الفرق فعندك هنا شنو كانت 2x زائد 3 اول شيء عندك ال p of x شنو هي P of X Y دالة هي X Y على 96 X Y على 96 الصفر otherwise وهنا ال X يمكن معرفة من الصفر للواحد وال Y من الواحد للثنين أتذكر هذا السؤال السادس عفوا من الصفر إلى أربعة وواحد إلى خمسة هاي الشبكة البيديشة الصفر إلى أربعة هاي هم أربعة من واحد إلى خمسة واحد إلى خمسة فهنا يريد الـ expected value المن expected value إلى 2x
زائدا 3y. بما انه عندك متغيرين اكس واي فاذا حيصير دبل انتجرال. قلنا شكو موجود داخل القوس ما نجيبه خليها. فاذا هاي يصير 2 اكس زائدا 3y. تكامل الترتيب مال تدريده دي اكس دي واي دي واي دي اكس ماكو مشكله. الاكس من تتغير من 0 الى 4 والواي من 1 الى 5. هذا وهذا هو الفرق فقط. كامل وتحل حل اعتيادي زين. يعني مثلا شنو عندك ها عفوا اكو شغله نسيتها سوري. البي اوف الاكس وين البي اوف الاكس نكتبها قبل ما نكمل. دي اكس دي واي اقول اكو داله ما موجوده. ايش سوري امير شنو قلت؟ هو شنو نسوي كنا ما نكمل لك اياها نعطيك اياها الاكس واي على 96 الثابت حاسبه كأنه ما نعطيك واحد فقط ده يكمل. يعني الفكره انه تعرف هاي شلون توجدها هاي داخل القوس على مود لا تتغير فقط هذا مجرد هاي الفكره. هذا المثال السؤال التوتوريال يعني تتعوض هنا أنا. بس هاي لما نكمل ايش راح يصير جوا حيصير تكامل من 1 الى 5 ومن 0 الى 4 2 x زائدا 3 y. بيش تضربها بال x y على 96 dx dy وراها تصير رياضيات صف ثاني او صف اول متكمل. يعني x y تدخل على هالطرف زائدا هالطرف 96 تطلع برا وتكامل يطلع لك رقم محدد. هاي الفكره كلها. اوكي زين. هنا أنا عندك خلي نحلها بس خلي ثواني واحدة فقط أدخل بهذا الاجتماع. أوكي بس نسلم نسد الصوت الصوت. وصلنا عندك على هاي الدالة. السؤال السابع مطيك triangular pdf زين. يريد أوجد الكونستانت b بصيغة ال a وراها يريد احتمالية ال x شنو أكبر من a على 2 واحتمالية كذا واحتمالية المين وال mean square والvariance. هذا طبعا هنا ب وليس اتش يعني اخاف وش كمان سوري. نجي نروح على ال السؤال السابع question 7 مطيك triangular pdf زين. هاي continuous لو discrete. هنا على x هنا على p of the x ما دام شو بالسؤال عفوا مطيك فقط pdf فتعرف انه هي p of the x حتى لو هنا ما يكتب لك اياها زين. عندك a a b فهي شكلها التالي اي اي انا سالب اي هنا انا اي وهنا انا عندك قيمتها بي هاي نقطه وهاي الصفر. يعني هذا البي دي اف هنا لهنا الصفر
صفر واي نقول هو هذا. زين فيريد أول شيء أوجد قيمة البي. شو نطلع قيمة البي؟ لو أنا أسد الصوت مع الجماعة أعتقد السنسر لي سوري إيه تسمعني؟ أسد الصوت كله أوكي. أو في الاجتماع أي سوري أمير ما سمعتك على الصوت ثواني ثواني اي هسه سوري شنو قلت اي نعم هو يريد بدلالة اي بس يقول لك نجيب قيمة بي. اكو اكثر من طريقة مثل ما قلت عن طريق المثلث. الطريق المثلث يعني كلمة هي مو كلمة هي اصلا هي احتمالية هي الاريا اندر ذا كيرف اوكي واحد على اثنين في اثنين هاي اها بس شنو لازم توضح لي انه تكتب انه تكامل من سالب انفينيتي الى انفينيتي اها اي اهم شيء انه تكامل من سالب انفينيتي الى موجب انفينيتي للبي اوف الاكس شو تسوي عفوا دي اكس واحد فتريد تحلها تكامل تريد تحلها مساحات فخن حل أول شيء هم نوجد المعادلات أو حطيكم إياها المعادلات رسم هاي المعادلة تطلع b على a في x زائدا b هاي تطلع سالب b على a في x زائدا b أوكي تعرفون شو بدي أحسبها نقطة منها مثلا هاي النقطة وهاي النقطة هذا الخط وهاي النقطة وهذه النقطة يطلع لك هاي المعادلة. إذا تريد تحلها بالتكاملات يعني مثلا تقول تكامل من هنا لهنا وهاي الدالة تضربها تجمعها إلى آخره. فرأسا تقدر شو تقول؟ كما قال عمر نصف القاعدة. القاعدة إيش قد هي عندك هتصير؟ أي قاعدة أي اها 2 اي تصير 2 اي في ارتفاع ايش قد الارتفاع بي هو بي هو بي كل شيء يساوي لنا واحد لنا واحد يساوي لنا واحد يعني هذا اللي احنا شلون نطلع لانه دا يساوي واحد من هالتكامل فنقول راس المساحات عندك 2 واثنين تروح يبقى أي في بي يساوي لنا واحد بما أنه يريد البي بدلالة الأي إذن هو بي واحد على أي هاي قيمة البي. بس أجي أرسم مرة لخ بس نحفظ المعادلات حيصير التالي الرسم هنا أنا عندك الإكس هنا أنا هي بي أوف الإكس دكتور العفو نعم يعني بالأنسر مجبورين نرسم لو لا لا على يعني مود بالخطوات اللي وراها نعم زين هنا عندك سالب A أنا A صفر البيش قد قيمتها صارت واحد على A واحد على A هاي المعادلة حصير هم من كامل دكتور
لا لا ما يحتاج تكامل يعني، فقط ده عوض شكو بي خلي بدالها اي، يعني بي على اي يصير واحد على اي تربيع، هذا قصدي واحد على اي سكوير اكس. المهم كيف لما داحلهم بدون ما ارسم هاي بعدين قلت للتوضيح والسهوله على مود الخطوات اللي وراها، زائدا واحد على اي لانه البي هنا انا حصير عندك سالب اكس على اي سكوير زائدا بي اللي هي واحد على اي. مجرد التعويض يعني بدال بي خلي اي، او ما تحتاج ما تحتاج ماكو مشكله بيها. زين هسه طلعنا قيمه البي. شنو السؤال الثاني؟ الفرع الثاني شنو كان يريد؟ الفرع الثاني يريد احتماليه انه اكس اكبر من اي على 2. هم تقدر تحله باكثر من طريقه، يريد يوجد احتماليه الاكس اكبر من اي على 2. تقدر تقول هذا اكس، هذا مثلث هنا، هذا صفر سالب اي، هذا اي اي على 2 ايش قد يصير هنا؟ لما يقول لك اكس اكبر من اي على 2 يعني كانما يريد المساحه وين يريدها هنا، هاي اي على 2 الى اي على المساحه. فاذا هي تقدر تقول شو اسمه واحده من الطرق انه تكامل زين التكامل مالتك حيصير تالي من اي على 2 الى اي، من اي على 2 الى ايش قد الى اي اخر قيمه. يا دال حتستخدم طبعا هنا تعدل دالتين، استخدم هاي الداله لانه الموجود هنا أنا. اوكي فاذا سالب اكس على اي تربيع زائدا واحد على اي كلها دي اكس من اي على 2 الى اي. او تقدر شو تسوي؟ تقدر تحسبها بالش اسمه مساحات، ماكو مشكله بس طبعا خطوات تحلها تكملها شوف بعدين تريدها تطلع لك الحد الاخير هي نصف ناقص عن 3 اي على 8. اوكي بس ما اتذكر هي شات اي لو اي تربيع هنا، المهم خلينا نقول 3 اي على 8 اتذكر. واضح شلون؟ يعني خطوات انت ما دام طلعت البي دي اف عندك فكل شيء يصير سهل ان شاء الله. الخطوة اللي وراها اكس بين الاي على 3 والاي على 2. الثالثة احتمالية انه يكون الاكس اكبر واقل من اي على 3 واي على 2 اتذكر، يعني هو حتى بتقدر تحسبها تكون عندك بهالمنطقة يعني الرينج يريدها. فهاي حتساوي لنا تكامل محدد من اي على 3 اصلا ما بعطيك اياها الى اي على 2. شوف هنا انا ما بدي استخدم الاف لانه ما موجوده فماكو داعي، فراسا احسبها من البي اوف الاكس. هنا أنا عندك البي اوف الاكس دي اكس وهاي تحلها تكاملها الى اخر مجرد خطوات. زين افرض انا يعني بدل ما اعطيك اياها من اي على 3 خلينا نقولها كهومورك، شريد احتمالية X أكبر أكبر من سالب أي على 3 إلى أي على 8. شنو التغيير اللي يصير بينها وبين فوقها؟ ما تستخدم دالتين هنا. أها حلو، يعني هذا السؤال إذا كملناه حتقول راسا حيصير تكامل من اي على 3 الى اي على 2
الدالة كانت من هالجهة السالب x على a سكوير زائد واحد على a حسب ما أتذكر dx وتساوي. إحنا ليش راح يصير عندك تكامل؟ يعني التكامل الأول من سالب a على ثلاثة إلى الصفر، والدالة هي عندك x على a سكوير زائد واحد على a by dx زائد تكامل من صفر إلى a على اثنين. أحسنتم، زائد واحد على a كلها dx. شوف شو يطلع الناتج. حلو. زين هسه وراه يريد عندك أربعة، يريد المين والفاريانس والسيجما سكوير. الفرق هنا أنا عندك فقط بالمين تهتمولها، وعندك تكامل متناظر سيمتريك. لازم شو تسوي؟ تبدي من سالب a الى الصفر، وبعدين من الصفر الى a. تذكرون قلت لكم يعني انه اذا تاخذون فقط مثلا لانه حيطلع لك المين صفر هنا، اذا تاخذون مثلا المين اثنين تكامل حيطلع لكم غير رقم، يطلع كانما عندك هنا يعني هاي الملاحظه. بينما بالمين سكوير لا، تقدر تقول هو اثنين تكامل من صفر الى a والى اخره. واضحه؟ نشوف عندك نكتبها المين حتى يكون فقط حدود التكامل، يعني يساوي لنا تكامل المين هو الاكسبكتد فاليو مال من مالت الاكس. فاي تكامل شكو داخل قوس اكس تضربه بالبي اوف الاكس دي اكس، اكتب من سالب الى موجب انفينيتي، وهذا الشيء يساوي لنا جزء حيصير تكامل من سالب إنفينيتي إلى الصفر، أو نقدر نكتبها أسهل من A من سالب A المين للإكس P of X DX اللي هي موجودة فوق زائدا نعمل من صفر إلى A X P of X DX. شوف إيش قد يطلع الناتج. بينما بالمين سكوير نقدر نستخدم التالي، هو عبارة عن اثنين تكامل من صفر إلى A مين X سكوير P of X DX. شوف شو يطلع الناتج. يبقى عندك الستاندرد ديفيشن سيجما سكوير هي قانون مالتها المين سكوير ناقصا المين كله شقد سكوير. شوف وش يطلع لك الناتج. اوكي، اكو سؤال شيء استفسار على هذا الدرول او التوتوريال؟ دكتور مين سكوير دي عنده سيمتريك اثنين في تكامل من صفر الى اي، تمام؟ لانه بداله الاكس تربيع، الاكس تربيع السالب والموجب تلغيه، بينما بالمين لا ناخذ هو كله سيمتريك الحالتين، بس المين هو x في p of x، فأكو سالب وأكو موجب، فواحد يلغي الآخر مثلا. بينما إذا أخذها هي المين نفسها أقول اثنين تكامل حيطلع لي قيمته هنا، بينما إذا أخذها منه ومنه يطلع لي قيمته وين؟ بالنص، صفر. ذكر توضيحها بالمحاضرة كم من شيء. أي نعم إن شاء الله. هذا السؤال عندك هنا discrete continuous، هذا continuous يريد المين والستاندرد ديفيشن للراندوم فاريبل اكس، بعطيك اياه هنا. هذا تقدر شو تسوي؟ عندك مجرد رسمه او حتى ما يحتاج رسمه، او هذا هو اليونيفورم ديستريبيوشن بالحاله الديسكريت. يعني عندك عند الواحد عنده نص، وعند الثلاثه ايش قد عنده؟ عنده نص. question ايش قد السؤال الثاني نعطيكم فقط هنت كملون اياها. question 8 اول
الواحد عندك كم امبلس موجود؟ عندي الواحد 31 على نفس الجهة. يعني إذا تذكرون الامبلسات، يعني هذا بدل ما يعطيك اياها تيبل جدول ويقول لك هاي القيمة عند كذا وهاي قيمة كذا، مطلق اياها فقط امبلسات. يعني عندك امبلس هنا عندي الواحد مثلا، عندي الواحد وعندي الثلاثة، هذا هو التيم كانت اكس اكس. اوكي اكس هي بي اوف الاكس او البي دي اف او البي ام اف. هنا هنا قيمة النص، هنا قيمة النص. يريد المين، المين شو تسوي لنا؟ واحد في نص زائد ثلاثة في نص يطلع مباشرة. اوكي، لانه شو هي المين؟ هي سيجما اكس بي اوف الاكس على قيم اكس، فتطلع عندك واحد في نص زائد ثلاثة في نص. بيتساوينا الستاندرد ديفيشن. ايش تحتاج لك؟ تحتاج تحسب المين سكوير، المين سكوير اكس تربيع، يصير سيجما اكس تربيع بي اوف الاكس على الاكس. نفس الشيء هالمرة حصل عندك واحد سكوير في النصف زائد ثلاثة سكوير في النص، تطلع لك قيمة. الستاندرد ديفيشن عفوا الفيرينس، المين سكوير ناقص المين تربيع، هذا اكس هذا اكس. اوكي طلعت الستاندرد، عفوا طلعت الفيرينس، تطلع لك قيمة. اجي احسب الستاندرد ديفيشن اللي هو يسمى الجذر الموجب المن للفيرينس، هي اكس اكس، ويطلع لك القيمة مباشرة. بس يعني هو شوف الدلتا الى اخره، بس هو يقول لك يعني مجرد قيم هنا، اذا ما يكتب لك اياها جدول مثلا شو احنا ماخذين في المحاضرات. يعني عندك الاكس عند الواحد والثلاثة، هنا البي اوف الاكس اللي هي نص نص، هذا مجرد تمثيل لها. هنا أنا عندك يونت ستيب عند الواحد والثلاثة، يعني حصل كونتينيوس مضروبة بالكي. الحالة حصل يونيفورم ديستريبيوشن بس كونتينيوس. إذا تذكرون اليونت ستيب عند الواحد حصل هالشي، وعند الثلاثة حصير نفس الشيء. كي بس وش داري دي يقول لك كي في U of X ناقص واحد ناقص U of X ناقص ثلاثة. فهذا ويا هذا حيلغي، يبقى فقط الفترة من واحد إلى ثلاثة. يصير عندك عند الواحد وعند ثلاثة، بس ارتفاع ما تشقيد K. هذا هو uniform distribution. وعندكم المين وعندكم ستاندرد ديفيجن تقدرون تطبقون القوانين. بس القوانين شنو؟ هاي حصل كان عندك الـ A وهاي قيمتها الـ B. أتذكر يمكن المين هو واحد على B K على واحد على B ناقص A، أتذكر شيء زين. بينما عندك الفرع الثالث الأخير هنا أنا أتذكره بوسون ديستريبيوشن، يمكن هذا الـ U of X كان بدي يقول لك هي معرفة من 0 إلى infinity. شلون تحسب المين؟ نفس القانون حيصير تكامل. الفرع الثالث، الفرع الثالث عندك الـ P of X تساوي لنا K exponential سالب X تربيع على 2 يمكن U of X. اوكي فالمين، المين هو عندك تكامل x بي اوف الاكس دي اكس عرف من صفر الى انفينيتي. ليش؟ بتاثير اليو اوف الاكس.
وتكمل عادي. نفس الشيء تحسب المين، تحسب تحسب المين سكوير، وتحسب الفاريانس، وبتاليها تحسب الستاندرد ديفيشن. واضحة؟ يعني لا تشوف انه بيه معادلات الى اخره. هم ناخذ لها اكسبونيشن دكتور؟ يا هي هي المين من الاكس اف اوف الاكس يعني ورا من كامل. ايه نعم دكتور، يعني مجرد حتطلع لك التكامل هذا تعوض الاكسبونيشن. شوف هنا عندك انت اكس تربيع مضروبه بالاكس يعني مشتقه موجوده مالتك، تكامل اكسبونيشن فمره تعوض صفر انفينيتي تطلع لك القيمه. يعني هاي خلي بالساحة واعتقد اذا تقدر ترجع ايضا على الكوسان ديستريبيوشن اذا موجودات فحصر تكامل اكس اي اس على اكس تربيع على 2 دي اكس انا خلينا نقول من سالب انفينيتي هاي حصل من صفر الى موجب انفينيتي كامل اعتيادية. بس انا اقول لك بعدين وين تصير اذا تحسب ال شو اسمها المين سكوير حصل عندك اكس تربيع اكسبونيشال سالب اكس تربيع هناك يحير بيها. بس اذا تقدر تروح تشوف البوسون ديستريبيوشن موجوده عندك القيم يعني مشتقه كامله لما يحتاج يعني ما توقعش. بس هاي اللي نقول فقط للاطلاع هذا اذا تحسب ال بس احسب المين هنا أنا. بس الستاندرد ديفيوجن لا صعب عليكم. خلينا نشوف السؤال هذا الأخير بخان. أوكي. السؤال التاسع نحله إن شاء الله، والسؤال الأخير كيفكم تحلوا أو بعدين يمكن أنا أسوي حل وطين لأنه مهم صار ساعة ونص قلنا ساعة. بس هاي أسوي لها شير لينك أبي لينك خلي بالكلاس. هاي لحمة فاضل وين موجود؟ اليوم بالدوام قطيع خفاف ما أقدر يحضر. خفاف قطيع. محمد موجود. محمد عبد الله. أوكي. موجود دكتور موجود. لا أنا أقول لك علي كخدة. مقصص شيء. زيادة. إيه هاي خدت إيه. عشت إيه. عندنا كويستشن جرام مشان سؤال. دكتور ما وصل اللينك. هذه هي وصل النتج التعبان. انت عندك السؤال التاسع. given normally distribution variable x normal distribution اللي هي او الجاوسيان x زين مطيك المين ما تشقيه 18 خلنا نقله ومطيك الستاندرد ديفيشن. شوف هنا ستاندرد ديفيشن ما مطيك الفاريانس. question 9 زين فعندك normal distribution هاي اول شيء مطيك المين شقيه 18 والstandard deviation شقيه معناته 2.5 15 2.5 وديش المين 18 هنا أنا بس عندك هاي 15 مو 5 أوكي نحذف هذا P of probability random variable X أقل من 15 زين عندك يريد value of K such that كذا كذا value of k such that كذا كذا وعندك p of 17 و21 ما كنت صحيح
شويه تبين. فاذا اول شيء يقول لك هو نورمالي ديستريبيوشن، نورمالي ديستريبيوشن سوليوشن، هذا سؤال حلو. عندك نورمالي ديستريبيوشن يتوزع ويا المين، وعندك السيجما. المين والسيجما اللي هي اشقد؟ المين هي 18، وال ما هنا كتابتها سيجما، واحنا اعتقد من المحاضرات كتبناها سيجما سيكوير يعني الفيريانس، ماكو مشكلة ما دام كتابتها فتصير واضحة. هنا 2.5. النورمال ديستريبيوشن او الجاوسيان ديستريبيوشن البي دي اف مالته، بي دي اف يعني مو لك بس شيء فقط للاطلاع للتذكير انه البي شنو سوري طبعا السيجما اذا تتذكرها عندك السيجما سكوير هي الفيرينس اوكي، والسيجما الجذر مالتها هي الستاندرد ديفيشن اس تي دي اوكي. اي انه التربيعه احنا بالمحاضرات يمكن مرات كتبناها سيجما سكوير، تريد تكتب سيجما سكوير يعني فقط ترباح 2.5، او تكتب سيجما هو ما دام مطك اياه بعد على وش فكتب 2.5. واحنا هنا بالنورمال ديستريبيوشن نستخدم السيجما اكثر مما الفاريانس. فاذا بي اوف الاكس مالته كقانون يعني اذا تريد تتذكره هي 1/(2 باي سيجما اكسبونينشال سالب منو عندك نصف في اكس ناقص عن ميو على السيجما تربيع زين. واذا تريد تعوض القيم مالتها يعني هاي تلاوض الخطوه مو ضروريه بس ايش تكتبها جذر 2π 2.5 اكسبونينشال سالب 1/2 اكس ناقص 18/2.5 ولا سكوير زين. طيب نرجع بالسؤال، شريد احتمالية الاكس اقل من ال 15. اول شيء انه يريد احتمالية random variable x اقل من ال 15 او اقل او يساوي نفس الشيء. اذا تريد تكتبها تعوضها يعني شو تساوي؟ تساوي لنا 1/(عفوا) بما انه هو x اقل من ال 15 يعني لازم تكامل 100 الى حد ال 15 او تقدر تحسبها 100 من السي دي اف مالته. السي دي اف مال نورمال ديستريبيوشن هي مجرد تكامل اوكي تكامل. طبعا هاي فقط راجع نورمال ديستريبيوشن ولا مني خطوتين ما كدا عليها تكامل من سالب انفينيتي الى اشقد الى 15 المن للبي دي اف اللي هو 1/(2π 2.5) اكسبونينشال سالب 1/(1) اكس ناقص 18/2.5 تربيع دي اكس. جهه التكامل مالتها شنو هذا؟ اها بس نقدر نكامله. وانا ليش كتبت على مود فقط اذكركم هاي الشغله؟ اها ليش؟ لانه عندك هنا اكسبونينشال واكس وتربيع، يعني ما عندك هنا x على مود تقول تكامل اكسبونينشال وقبل. فلهذا ايش نستخدم؟ نلجا الى ال ERF error function وقلنا هاي لازم شو نسوي؟ نحولها اوكي. فهاي قلنا هي عباره عن f of من عندك ال 15 زين f of ال 15 تساوي لنا هيك شيء. سوري اف اوف ال 15
قلنا على مود نحسبها اكو شيء اسمه error function، فلازم نحورها اما نكتب الفاي او نكتب error function. شنا شو نسوي؟ دائما قلنا نخلي على صفحة x ناقص mu على سيجما اذا تذكروها. فايرر فانكشن اكس ايش قد انا مطيني اياها؟ هي 15 ناقصا المين ايش قد؟ هاي مو خوش مين غيرها، هاي ميو 18. سيجما ايش قد؟ 2.5. زين هذا ايش قد تساوي لنا؟ ناقصا 3 على 2.5. اوكي تطلع ايرور فانكشن، ايرور فانكشن اوف سالب 1.2 يمكن 1.2. جيد اوكي. وش قد نطلعها سقيمة؟ بس قصدي هذا شوف السطر اشطوله كله ماكو له داعي. زين هذا ايش حسوي؟ راح اخليه خط احمر بس عشان فقط اراجع لكم المحاضره. اوكي يعني تكتبهن او الى اخره. الحل يكون بدل ما نكتب هالسطر الطويل انه احتماليه تريد الاكس اقل من 15 شو سوينا؟ هي احنا كنا نكتبها راسا اف اوف 15 مباشرة. شو تسوي؟ خلي ببالك انه الاكس ناقصا الميو على سيجما. بالمحاضرة تذكر كاتبين تكاملات ومن التكاملات يكتبها هذا كلها ماكو داعي لها. زين زائد هذا تقول هي عبارة عن ايرور فانكشن اوف منو عندك 15 اللي هي هنا اكس ناقصا الميو هي 18 على السيجما 2.5. وقلنا تطلع error function of سالب 1.2. زين سالب 1.2 وين نروح له يا جدول؟ نروح جدول السالب. السالب هو 1.2 يعني ما بي 1.2 3 4 أو 5. فنروح جدول هذا بس انتبهوا عليها قيم تاخذوها. قلنا هاي القيم هي مثلا 1.2 تلقى 1.2 هذا 1.2 مرات تصير 1.2 3 او 4. هذني قيم مين نطلعها؟ نطلعها من هنا مثلا هسه هذا 1.02. لو عندي 1.22 كان اجي هنا الجدول اطلع القيمه. بس بما انه عندي فقط 1.2 فوين اروح؟ على الصفر. وانتبهوا بين هذا الجدول والجدول الاخر، الجدول الاخر بالعكس القيم من تاخذوها الصفر من هنا، اما هذا اخذها الصفر من هنا. اوكي نروح على ال 1.2 هذا عفوا هذا والقيمه مالته وين اطلعها؟ هي هاي 0.1151. زين فاذا هاي تساوي لنا خلينا نكتبها بصفحة أشطوها. هذا يساوي لنا error function of سالب 1.2 وتطلع 0.1151 أعتقد من قلناها. أي دكتور تمام؟ 0.1151. yeah. المطلب الثاني بالسؤال شنو هو؟ لهذا يعني بس تو يعني هاي عشان خلصها هي صحيحة بس أنا فقط داري اختصر الحال. أوكي مدني ولا هي نفس الحال؟ طيب عندك المطلب الثاني the value of k بحيث انه p of x اقل من k
كي تطلع جيت قيمتها 0.33. أكو فكرة شلون تحلون هذا السؤال؟ بس هنا أنا ما عندي معادلات، مش عندي عندي جداول، فيعني بدال ما أصير الحل بالعكس، أها، فلازم شو نسوي؟ ندور بالجدول على هذا الرقم، طلع القيمة المقابلة إليه، أها، فيعني خلنا نكتب، x أقل من k، x أقل من k، x أقل من k، وصلنا هنا، الفرع الثاني، الفرع الثاني. قلنا يريد P of X أفضل يريد قيمة ال K such that احتمالية أنه تكون ال X كانت أقل مذكر من K تساوينا في الجنسي أحسن شيء احتمالية K أقل من K بمونت 2.236 بمونت 2.236 بمونت 2.236 بما أنه عندي خلني اكتبه هنا بما أنه احتمالية X أقل من K شو تساوي لنا هي؟ هي تساوي لنا F of K وين التوزيع شنو بده يتوزع عندي توزيع normal distribution فين ما انسى هذا القانون اللي يقول x ناقص mu على السيجما فاذا هاي تساوي لنا error function of منو عندك k ناقص mu نكتبه بعد هذا k ناقص 18 على 2.5 طبعا هاي شو تساوي لنا تساوي لنا بوينت 2.236 ليش 4 على 2.5 دكتور ناقص 18 فوق هاي كي هاي كي ما اعرف قيمتها تمام تمام اوكي الثاني اريد شو اسوي اروح بالجدول ادور على ياقي ادور على منو ادور على بوينت 2.236 الرقم القي بحيث اوجد يام قيمه اوجد هاي القيمه كلها ايش قد تساوي لنا سالب 0.75 بس نشوف وين اوجده طبعا انا هاي القيمه لازم ادور على جدولين يعني. هذا الجدول والجدول الجوار اوكي شلون اوجدها اروح على اول شيء اشوف ايش قد القيمه عندي هي 0.2236 الجدول الاول اذا تلاحظوه انا مدلسه هو اللي بدي ادور كل القيم شوف القيم مالته كلها 0.5698 ما تلقى هيك قيم قليله صح ولا لا فإذا هاي ما يفيد أها فأروح وين أروح على هاي الجدول شوف هذني كلش صغيرة point أو 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 point one point one صارت point كذا شوف هنا أنا بدأت الاثنينات اثنين وشوف أنا شقد أريد point 2.236 فإذا أروح هنا أنا طبعا أنا أعرف وين هي هذا الموقع بوينت 2.236 تلقاها موجودة يعني شوف هنا بوينت 3 تزداد فعندك بس هالسطرين بهن بوينت 2 فهاي وهاي القيمة هاي هي بوينت 2.236 أو أقرب شيء إلها زين شلون راح أقراها هي بالسالب السالب شقد بوينت 7 زين هي بيا عمود لو بهذا العمود كان قلت فقط هي بوينت سالب بوينت 7 ليش؟ لأنه مش قد هو هنا لأنه صفر بينما هي كانت يمكن بالرابع 0.7 هنا موجودة
هذا يا عمود 1 2 3 4 منا 0.06، فيعني عندي سالب 0.7 من جهة وضيف لش جيت 0.06، فالناتج يكون كالتالي. إذن لقيت K ناقصا 18 على 2.5 شو ساوينا؟ سالب 0.7 وضفت لها ايش قد؟ ضفت لها 6 اللي تخلي ساجلات بحيث انه هذا اللي error function تساوي لنا ايش قد؟ 0.2236 يعني تخلي لنا ساجلات error function of k ناقص 18 على 2.5 شو تساوي لنا؟ 0.2236. طبعا إذا صارت معادلة بسيطة إنه عندي K ناقص 18 شو تساوي لنا؟ سالب 0.76 في 2.5 من عدها K قيمة إيش قد صارت 13.16 كلها تطلع 16.1. اوكي طلع 16.1 اوكي. اهم شيء الفكره ان شاء الله واضحه انه هو المره تروح عجل ولا تطلع القيمه المقابله لها بحيث تخلي الايرور فانكشن او منو عندك هذا ال كي من عشان تصير 0.2236. اوكي اكو سؤال الى هنا استفسار شيء واضحه؟ واضحه دكتور ان شاء الله. اطلب البعض يمكن نفس الشيء بس صارت اكبر الكي. نعم سؤالي طبعا على خالدكم ساعه. بالعكس دكتور احنا اسفين اخذنا من وقتك والله. لا لا عادي ما في مشكله بس قلت بساعه بس شو اسمه بقلش كم سؤال قلت ليش ناخذ الباتشر فخلصها اليوم ان شاء الله واحد. هنا the value of k بحيث k x اكبر من k الفرق هنا ايش راح يصير عندك؟ واحد ناقص جيت 3 احتمالية انه ال x اكبر من ال k point ايش جيت 1.8 1.4 1.8 1.4. هنا مثل ما قال لواء عندك هاش راح تصير هذه الجهة هي 1 ناقصا احتمالية الاكس اقل او يساوي لنا كي زين هي 1 ناقصا منو عندك اف اوف الكي وهاي ايش قد راح تساوي لنا دائما x ناقصا يميو على السيجما هي 1 ناقصا error function of k ناقصا 18 على 2.5 وكلها شو تساوي لنا 0.1814 زين فأشوف لي يا قيمة أو علي وش نقول له error function حصير k ناقص 18 على 2.8 تساوي عندك 1 ناقص 0.1814 هذا يساوي لنا ايش قد تطلع قيمتها لا مو بالجدول يطلع بوينت هذا 8 1. هسه هذا اروح ادور عليه بالجدول نقدر نقول لوك تيبل دكتور اقدر اجيب الرقم الاول من التيبل وبعدين اطرح غير بس هسه سويت عمليه على مود راسا أي ما مجرب هذي شيء إنه قصدك
لا لازم تاخذني هاي لازم تطرحها يعني تدور لسه على بوينت 8186 يعني هذاك واحد ناقص الايرور فانكشن يا راح يطلع غير قيمه الايرور فانكشن ايش قد يطلع غير قيمه نعم بوينت 9 اه تبي تجول بوينت 8 شوف الايت كبيره ما دام كبيره يعني قبل تروح على الموجب من جدول الموجب لأن هذا بيشوف 5 8 9 إلى آخره بينما هذين يكون قيمهن قليلة جدا بالسالب أعتقد أعلى قيمة هي 0.5 بينما هنا أنا من 0.5 وفوق زين فكانت القيمة 0.8181 شوف هنا أنا 0.8186 القيمة المقابلة لها هي شقد هي 0.9 بس بما أنه هي بهذا العمود فإذا نضيف لها 0.01 فصير 0.91 إذا تقدر تقول له آخر خطوة K ناقص 18 على 2.5 شو تساوي لنا 0.91 فرام تقريبا ومن عدد تروح تطلع قيمة الكي اللي هي كذا كذا فتشي يطلع لك هنا أوحى زين الفرع الأخير اللي يريده هو نخلص X بين 17 والواحد وعشرين السبعة عشر والواحد وعشرين الفرع الأخير الرابع P of X أكبر من 17 أقل من 21 أو أقل أو يساوي هذا أصلا تقدر تقول هو عبارة عن F of الأعلى قيمة هي 21 أقل قيمة هي 17 عندك 21 تحولها تصير error function of 2.1 ناقص 18 على 2.5 ناقص الـ error function of بدك 17 ناقص 18 على 2.5 اوكي هاي يصير error function of 1.2 ناقص الـ error function of solid 0.4 اعتقد 0.4 وانا هتطلعها من الجدول اعتيادي يعني الـ 1.2 والـ 0.4 فتطلع لكم القيمة اوكي هاي ما عندي شيء وراها ان شاء الله اذا عندكم سؤال استفسار ما قصرت شكرا دكتور لا عفوا اسف على التأخير تصبحون على خير اذا ما عندكم سؤال نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد ويا وسط الكومبلكس إن شاء الله شكرا دكتور شكرا دكتور دكتور شكرا جزيلا زحمنا أخذناك على الاجتماع لا بلاك شكرا جزيلا دكتور الله يسلمك دكتور إن شاء الله وقت بيجي نبلغك إن شاء الله ما عندي مشكلة إن شاء الله بس أشوف الإشارة الهام وأرتب موعد وأعطيك خبر إن شاء الله إن شاء الله تفضل دكتور ممنون شكرا جزيلا لا بالعكس أنا أسف تصبح على خير مع السلامة أنت على خير إن شاء الله مع السلامة مع السلامة